أثار حضور الممثل الإسباني روبرتو غارسيا إلى جانب عدد من الفنانين المغاربة داخل مدرسة عمومية بمدينة شفشاوان وإلقائه كلمة أمام التلاميذ جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنه يحمل على جسمه رسومات ووشوم وحلقات الأذن. بل الأخطر من ذلك، قيل إنه ينتمي لتيار الشذوذ الجنسي. معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا أن استضافة ممثل أجنبي بهذا الهندام والوشوم يعد انتهاكا لحرمة وخصوصيات المؤسسات التعليمية، مشيرين إلى أن الأمر يشكل تناقضا تربويا صارخا بالنظر إلى أنه يمنع على التلاميذ الدخول إلى المؤسسات بمثل هذا النوع من الهندام وحلاقة الرأس. وتساءل بعض النشطاء عن القيمة المضافة التي قدمها هذا الممثل إلى التلاميذ، وهل سيمثل قدوة في مسارهم الدراسي والمهني مستقبلاً، مشددين على أن هذه الخطوة تعد سقطة تربوية وأخلاقية كبيرة للمؤسسة ولمديرية التعليم بشفشاوان.